صلي على سيدنا محمد. صلى على النبي يا شباب. من أبو جامع بير السبع، حياك الله، بالتوفيق إن شاء الله. محلاها، تسلمي تسلمي. تفسقات جاي عربي ولا مصري؟ عربي. البنسيون شو بشمل غير الأكل؟ هو أخوي أكل وتدريب، أما يعني إذا بدك فيتامينات منحط لك، تجهيز لتاتو جام نعمل لك، شو بدك منساوي يعني. بس طبعا كله بتعلق ب، احكي معي على الانستغرام وتكلكش. اللهم صل على سيدنا محمد. ايوه سند كالها من الاخر. عندي فرص عربي اصيل، الله يبارك لك. مع شغل المتسيق اكيد. مين بركب الثاني؟ انا بركبك، اطلع برا. البنسيون بشمل غسيل خيل. اخوي محمد مدرب، كل شيء جاهز. عندي مورة حكة 150,000 تشتري. الله يبارك لك يا اخوي. بدنا نشوف اول شيء، نشوف البراطين. ماشي نشتري. اي بادية بتسلم عليكم يا شباب. ورينا الروس اللي عندك. هسا بنعمل لفة يا اخوي، بنورجيكم كل شيء. بنفطر الخيل اخرى، بنشرح لكم عن الاكل. لا الاكل سري يا حبيبي. بنشرح لكم نص مش كل شيء. نعم. اهلا، شو عندك خيل للبيع حاليا؟ والله فيش خيل للبيع يا اخوي. هاي مطبعه؟ مطبعه كل عمر 10 اشهر. اي عمر 10 اشهر يا اخوي، بدها اخرى سنتين زمان. على هو اخوي تشرح ايش عن الاكل لو اشي بسيط، ولا يهمك يا اخوي. محل الخيل كيوت. والله انت الكيوت. والله ماني عارف. لا بعد صغيرة اطباع. بدها اخرى سنتين. هاي مصري مصري يا اخوي. فيش الا روس مصريات هون. لمين المزرعة؟ إلنا. أنا من عشاك الخيل. الله إن شاء الله الله يرزقك بخيل على كيف كيفك. بنت مين هاي؟